تتواصل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية تخفيفا للأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور. حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بتوفير عدد من المدارس في كذا مركز، والمدارس قامت تعاونت معانا مع حياة كريمة بتوفير قاعات وتوفير مدرسين متخصصين لكل مادة بيساعدوا الطلبة في الإجابة عن أسئلة متخصصة في كل مادة، بالإضافة للمتخصصين اللي وفرتهم حياة كريمة للطلاب لشرح كل المواد. بدأت فعاليات مبادرة نقدر لتشجيع طلاب الثانوية العامة على مراجعات النهائية داخل المدارس المحافظة، وتعتبر مدرسة ناصر من أهم مقرات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اللي هي تبنت وترعي أو فتحت أبوابها وأروقتها لأبنائها حرصا منهم على مستقبلهم. وفرنا العديد من القاعات المجهزة، طبعا مجهزة إلكترونيا من سبورات الذكية، طبعا ده كله من ضمن تقنيات وفرتها وزارة التربية والتعليم لمدارس أسيوط.